ابو نحله عمال مثل ما عم بقول لك، روح ادفع له ديناته للزلمه، ما لازم تتاخر عليه، عيب هيك عيب. لك يا قريه ليش يا ما طالبنا مصاري وانا عم كبر يعني هيك ربحنا اكثر، اول ما طالبني دغري بروح بعطيه اياه. لا عاد تغير كلامك، ما كان هيك على اساس اول ما تجمع مصاري تروح تسد ديناته. ايه مظبوط. ايه لكن روح وسد ديناته للزلمه، عيب. هيك قلتي؟ ايه هيك قلتي. جايك الدور يا عبد الكندرجي. والله يا شكري ما في غيرك سبب كل شيء صار بالحارة، ولا في غيرك غريم والعزام. السلام عليكم شباب. السلام ورحمة الله وبركاته. علينا أبو نحلة. خير أخين والله يا معلم، طولنا بعمرك، خليني ياهوك. خير أبو نحلة اللي مرني. خير خير معلم، الصيف هيك جاي أنا رجع لك دينتك، شنو أماني برقبتي والأمانة صعبة. تفضل. والله إنك أصيل يا أبو نحلة، ضب مصرياتك بجيبتك، الحمد لله الله كافيني وماني بيعزي. يستر على عرضك معلم أبو الصيف، لازم رجع لك يا هون، والا مرتي ادريه والله والله بتعلقني من رجلي. يحرق حريشك يا ابو نحله، شو دمك خفيف بس لهالدرجه بتخاف من مرتك؟ بتخاف من مرتك؟ انت ما بتعرف الادريه مرتي، ولي ولي اذا ما رجعت لك يا هون شو حيصير؟ مشان ما تصيبك فرصوشي لك كمان، ايدها طرشه ها ما بتفهم. طيب مثل ما بدك، رح اخذهم بس امانه يا ابو نحله، امتى ما عطيت مصاري تجي لعند اخوك ابو الصيف. التزم. لا الله يخلينا هناك معلم ابو الصيف، بس هيك يعني اذا في كاسه شاي هيك مشان طري حلقي. ايه مو تكرم عينك. ابو سليم اعطينا كاسه شاي لابو نحله. اهلين وسهلين. هاي تقول لي كبير وصغير ومعمط بلف شيء، ما حدا حياكل غير بدوره، واعرف وش حاله من هون اللي بده يسمع. شوف والله بنشوف له عشوائي، والله بعيد بالانا فلافل. يلا خلص اللي بدك، الله يرزقك. والله ما كنت ما خليني اعرف اشتغل مشان حاجة بابوي فراسي. وانت تحاول اعتبرك واقف كمل تخطيط الفجور، عم ايه هيك؟ شوف مشوارك هون هيك، طلع على ايدي معلم، عم بطلع على ايدي، عم ايه هيك؟ يلا سمي بالله سمي بالله، قول الله.